أحسن الله إليكم. السؤال الرابع من المفاهيم المنتشرة عندنا: إذا أسلم الشخص يقال له اختر صفة لنفسك، يعني يقصدون تغيير الاسم، فيقول مثلا أنت شخص كريم أو ذو كرم فأنت عبد الكريم، أو أنت رجل ذو خبرة بأشياء فأنت عبد الخبير. فهل هذا المفهوم صحيح في اختيار الاسم؟ نعم، لا مانع من تغيير الاسم إذا كان الاسم مثلا يتضمن معنى قبيحا، أو أراد الإنسان أن يغيره حتى ولو لم يتضمن معنى قبيحا، لا مانع من هذا. هذا أولا. ثانيا، إذا كان الاسم يعني مناسبا ولا مانع منه شرعا، ويعني وهؤلاء دائما يغيرون الأسماء، فنقول لهم لا، قفوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير كل اسم لكل من أسلم، إنما غير بعض الأسماء لحكمة اقتضت ذلك، كان يكون في الاسم نوع من التجاوزات الشرعية. فليس من السنة أن يفعل مثل هذا الأمر. أيضا قضية أنه ينظر إلى أنه كريم فأنت عبد الكريم، ليس لازما أن يسمى الإنسان بالعبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام. فذكر أن بعض الأسماء وإن لم يذكر فيها عبد هي صادقة، الحارث والهمام، فليس لازما أن يعني أن يكون في الاسم عبد. القضية الرابعة والخامسة، أخشى أن يكون هذا الأمر يعني يفهم منه أنه كأن هناك سنة، وكأن هناك يعني هدي عن السلف في مثل هذا الأمر، وهذا أيضا لم ينقل عن السلف فيما أعلم بهذه الصورة، فأخشى أن يدخل في باب المحدثات والبدع، فليترك ولا تغير الأسماء إلا لحكمة ولعذر شرعي. نعم.